10 ماكس ما 10 يعني جي جي من هلا 10 ضد ولا شيء هم. السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم عندكم فيديو جديد من لعبه براول ستار، واليوم عندي تحدي من محمد واي تي، واليوم راح ينزل هذا الفيديو اتوقع راح يكون عيد ميلاده، فكل عام وانت بالف خير. وهذا الفيديو راح يكون التحدي كالاتي: تحدي انه العب سكام مورتيس ولازم اربح بس بدون ما اتحرك، يعني ما بقدر اتحرك غير باستخدام القوة. فقبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا بالقناة، وبدي اشكركم، وصلنا 1500 اخو اخت بالقناة. هلا خلونا نبلش بحلقة اليوم والمحاولة الاولى من هذا التحدي. بلشنا بالمحاولة الاولى، وبتوقع انه هذا التحدي رح يكون سهل، يعني ما مثل التحديات الماضية، حلقتين الماضية يعني اللي شافهم بيعرف كانوا التحديات شبه صعبين بس ما كتير، يعني عملنا التحديات الحمد لله. ان شاء الله التحدي رح نعمله يعني ما كتير صعب، انه بس لازم اتحرك، يعني بقدر كمبر، بقدر اقتل، بقدر اعمل اي شيء، بس انه ما بقدر اتحرك غير بالضربة. هلا بقي ستة، يعني ما قال لي كمان اي مرتبة لازم فوز، بس انا رح اعمل انه لازم فوز من الثلاثة الاوائل. يعني سكين مورتس يعني هو من اسوأ السكنات بالنسبة لي، وكل التحديات عم بيصيروا بسكام مورتيس، ما بعرف ليش. بتمنى انه ما بقى حدا يتحداني بسكام مورتيس، بس بده يتحداني يتحداني، يعني انا من اليوم ملك التحديات. لا ما لهالدرجة يعني، بس انه بقي بس ثلاث اشخاص، يعني انا بعتبر فزت. لهيك رح انا عندي حل لهذا التحدي، انه نلعب بغير طور، يعني ما نلعب بالسولو شودان ولا نلعب ما بالنجوم، ما بعرف اسمه الصراحة نسيت، بس اوكي هاي مع 10 ماكس مع 10 يعني جي جي من هلا 10 ضد ولا شيء انا معي. خلاص مع السلامه، بنروح على المحاوله الثانيه وان شاء الله راح نقدر نفوز. راح نلعب بغير ماب، بسم الله. بنبلش بالمحاوله الثانيه، وبدي اقول لكم شيء مهم. اول شيء شوفوا الماب هذا، يعني ماب كمبر هو، ان شاء الله ما اخسر فريق، يعني انا اكون سبب خسارته. سكيم مورتس كمان ما بتحرك، يعني انا راح اعمل مشاكل للفريق، بس ان شاء الله بنقدر نفوز باذن الله. يعني انا بقدر كمان اقتل الاعداء، لانه ما قلي بالتحدي انه ما اقتل حدا. وبدي اقول لكم هلا انه في كتير تحديات منكم، بعرف انه انا كتير عم بنزل عن السلسله، هي ثالث حلقه من سلسله تحدي اليوتيوبر، بس راح تكون اخر حلقه هلا، يعني راح نسحب شوي عن هاي السلسله لانه في كتير حلقات. راح ننزل حلقه تفتيح باكيجات نص الموسم ان شاء الله، هي الحلقه القادمه راح ننزل حلقه ماينكرافت وحلقه تحديات المتابعين، وحلقه جديده مميزه ما راح يعني مثل افضل خمس سكنات اللي نزلناها من فتره ما بعيده، وراح نرجع على هاي السلسله. بس انه هاي السلسله يعني ما راح نضل فيها، راح تكون تقريبا بس 10 حلقه. خلونا هلا نركز بالجيم لاني الظاهر انه جايبين العيد. اوكي بقي 25 ثانية والواضح انه راح نفوز، ما بعرف كيف يعني تقدمنا عليهم، بس صرنا 32-27. هلا عندهم فرصة انه يقتلوا ادجار، اذا قتلوه يعني احتمال. هلا ما بقى خلص ما عندهم ولا فرصة، سبقناهم بعشر نجوم وبقي 10 ثواني، ان شاء الله بنفوز. ما في عندهم امل، والله ما في عندكم امل، ما تحاولوا، خلص جي جي، 5 ثواني وخالصين، ان شاء الله ما يقتلوا سر. اوكي قتلونه وجي جي، سابقينهم بعشر نجوم. والله بالبداية توقعت هن راح يفوزوا، بس اوكي ربحنا ونفذنا هذا التحدي كالعادة، يعني كل التحديات راح نعمله بالنهاية. وبس لو انكم خاصة اللي بتمنى عجبتكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، والحلقة القادمة راح تكون ان شاء الله حلقة تفتيح باكيجات، واللي بده يلعب معي يضيفني هذا الاي دي لإلي، وبس ضيفوني اذا بدكم تلعبوا معي بهذا الاي دي. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.